بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لازم في بداية الحديث أشكر المهندس إبراهيم ماضي وجمعية مربي النحل بالغربية على هذه الندوة اللي من خلالها بنقدر نتكلم في مشاكل النحالين أو مشاكل النحل عموما. هناك بعض النحالين من خلال محادثتي معاهم والإجابة على أسئلتهم وعلى مشاركتهم آرائهم بيشتكوا في الفترة القادمة نظرا لارتفاع الأسعار وتغيرات في الأسعار اللي هي اتغيرت بصورة عالية جدا، فبيطلبوا مننا ان احنا نتكلم كيف يمكن للنحال الحفاظ على طائفة نحل العسل او عدد الخلايا اللي موجودة عنده بحيث ان هو ما يقللش العدد او ان هو يفقد جزء كبير نتيجة ارتفاع هذه الاسعار. وانا بصراحة يعني مع مجموعة من الناس نحالين قعدنا نفكر يعني نقدر نعمل ايه، فلقينا ان هناك بعض الحلول اللي ممكن يستخدمها النحال في الوقت الحالي للحفاظ على نحله والحفاظ على 2 مليون خلية نحل موجودين في مصر، او ممكن في خلال هذه الظروف ان احنا ما نفقدش جزء منهم وممكن يزيد العدد كمان اكتر. فكان اول حاجة ان احنا لازم في الفترة دي لازم النحال يتحول من نحال قاعد في مكان واحد الى نحال مرتحل. ان هناك بعض الاماكن الخام اللي انت ممكن تنقل نحلك وتنتقل اليها. في الحالة دي هو من شهر 8 و9 و10 عنده نشاط وبيجمع عسل. انا مش عايز اجمع عسل، انا عايز احافظ على قوة نحلي وعلى نشاطه في الفترة دي واقلل استخدامي من السكر، لان السكر زي ما حضراتكم عارفين ان سعره ارتفع واصبح النحال بعد ما كان بيجيب طن مش هيقدر يجيب اقل من نص طن او ممكن ما يقدرش يجيب كمية كبيرة من العسل. دي نقطة. يبقى انا لازم اتحول من نحال ساكن في مكان معين لازم اتحول لنحال مرتحل. النقطة الثانية ان انا لازم اقلل استهلاكي في النحل، يعني مثلا البراويز اللي عندي بدل ما بقطعها وارميها او ارمي البرواز لازم انا استفيد من الاطارات القديمة اللي عندي، زي مثلا استفيد من الخشب، استفيد من السلك اللي موجود فيها بحيث ان انا انزع الشمع القديم منه واعمل له عملية ان انا اسيحه واطلع منه شمع. الشمع اللي هيطلع دي هيقلل استهلاكي من الشمع اللي انا هشتريه من الايه من هو الشمع المطبوع هو شمع الاساس. يبقى انا ممكن استخدم الشمع اللي عندي بعد ما كانت النحالين معظم النحالين زي ما انا بشوف يا اما ما بيستخلص الشمع منه او ان هو بيتم القائه في الزباله، فانا بقول له لا حافظ على الشمع اللي عندك واستخدمه، حافظ على الاطارات الخشبيه ما ترميش اطار. الاطار ممكن الخشب القديم اللي انت عندك هو شكله قديم ممكن بورقه صنفره تصنفر راس البرواز وتستخدمه وتستخدم السلك اللي فيه دوره واثنين وتحافظ على الموضوع. كمان عمليه لو انت هتشتري سكر وعندك نحل كتير، انا مش عايزك بقى تغذي كميه سكر كتير، يعني ما تحطش كيلو سكر للخليه في المره الواحده، لا انت ممكن تستخدم السكر على كميات بسيطه بحيث ان انت تحافظ على حياه المنحل في فتره الغلاء اللي احنا موجودين فيه دلوقتي ومفيش عندك مصدر يقدر يرفع دخلك بحيث ان انت تتعود على هذه الزياده. اعمل ايه؟ اغذي تغذيات بسيطه، بدل ما كنت باخد كيلو سكر لا انا هاخد كوبايه شاي مثلا كل اسبوع محلول سكري اغذي بيه المنحل. النقطه برضو اللي احنا قعدنا برضو نتكلم فيه ان انا احاول باستخدام التغذيات البسيطه دي ان انا هنشط الملكه وابدا اطلع طرود نحل. الطرود النحل دي اعد نحل جزء كبير من النحل لعمليه التصدير. عمليه التصدير انا عايز احافظ على منحلي، فلازم اطلع جزء من النحل بحيث ان انا اصدر هذا المنحل. واحنا بنسعى معاك ان شاء الله اذا كان قسم بحوث النحل او
وزارة الزراعة إن إحنا هنرفع حجم التصدير بحيث إن إحنا نساعد النحال أو نقف جنب منه، بحيث إن إحنا يكون السعر متناسب أو مناسب للأسعار الموجودة في الفترة دي. يعني إن شاء الله هنحاول نرفع سعر أصدار التصدير المناحل بحيث نغطي جزء من التكاليف الزيادة على النحال، بحيث إن هو يقدر يحافظ على منحل. كمان أنا بقول له يعني حاول تنشط في تصدير ملكات إنتاج حبوب اللقاح، تحاول تكثف إنتاجك بحيث إن أنت تحافظ على المنحل في الفترة القادمة. برضو عملية استخدام الأدوية والكيماويات تحافظ على منحل على نحلك. يعني في بعض الأدوية أنت بتستخدمها بدون وعي بتؤدي إلى إمراض أو إضعاف النحل، لا حاول إن أنت تقلل هذه الحاجات بقدر المستطاع، مش استخدام مبيدات وأدوية عمال على بطال، بحيث إن ده بترفع في زيت التكاليف عندك وأنت ما أنتش حاسس، لأن الفترة القادمة عايزة إن أنت بأقل الإمكانيات تقدر تحصل على أعلى الإنتاج وتحافظ على منحلك، بدل ما أنت كان عندك مثلا 100 خلية ما يبقوش 50 خلية. وأتمنى إن ربنا يعني يكون في عون النحال في الفترة القادمة، النحال القوي والشاطر هو اللي هيقدر يحافظ على نحله، أما النحال اللي مش هيقوم بخطوات هامة في الفترة القادمة بالذات هتبقى صعبة عليه جدا جدا جدا. وأتمنى لكم كل خير وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.